السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم موكلي أكيد زعيم الغال. رجعنا لك في مقطع جديد، حلقة جديدة من اللي راح أسوي، اللي هو قلت لكم سلسلة كينغدوم هارتس. لسه احنا ما خلصنا خلاص، و يعني سوينا شيء في الديل سي والقصة، بس لسه القصة ترى ما خلصت. يبالنا نخلص الاورجنريشن دول مرة ثانية خلاص. انا ليه قلت مرة ثانية؟ لانه في الجزء الثاني في زي كذا، ولكننا في بوس جدد طبعا. ف تقريبا احتمال احط مقدمة واتعامل مع الوحوش، يعني اول ما ادخل بس اتعامل اتقاتل معاهم، بس حلقة هذه وحلقة ثانية يمكن تقريبا اذا قدرت اقتل بوس بسرعة خلاص، يعني ما ياخد فوق العشر دقائق او 20 بالكثير خلاص، يمكن حنزلها حلقة واحدة بوسين عشان احاول اخلصهم من 13 مرة البوسز دول بسرعة. فيصير خلاص اخلص هذا الشيء بسرعه واشوف تكمله القصه، لانه لسه في قصه للدلس لسه ما خلصنا، لسه ما رجعنا سورا في المنطقه اللي هم يبوها، يعني هو دحين سورا اختفى من العالم الاساسي. فلا تنسون اللايك والسبسكرايب، مشاهده ممتعه. Over here!
Let him escape. Over here! Over here! Over here! Join the shadows! Over here! Enjoy! Back at you! Got him! Hurry! Yeah! Hey, shit!